بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وجميع المؤمنين من عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإننا في شهر عظيم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله لنا لا علينا، وأن يرزقنا صيامه وقيامه على الإخلاص. تكلمنا فيما مضى في المذاكرة السابقة عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تكلمنا عن الإيمان وشروط الإيمان، وأن الإيمان يرتكز على 6 أشياء: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وقلنا هذا في حديث جبريل الذي رواه مسلم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تكلمنا عن يا أيها الذين آمنوا، الآن سنتكلم عن قوله تعالى: كتب عليكم الصيام. تأتي مادة الكاف والتاء والباء، كتب، والمبني المجهول كتب. تأتي في اللغة لمعان عديدة كالإثبات والتقدير والإيجاب والفرض والعزم. ووجه ذلك أن الشيء يراد في النفس، ثم يقال، ثم يكتب. فالإرادة مبدأ، والكتابة منتهى، يعني يبدأ بالإرادة وينتهي بالكتابة، والكتابة هي الجمع، ولذلك سمي الكتاب كتابا. ثم يعبر عن المراد الذي هو المبدأ الإرادة إذا أريد توكيده بالكتابة التي هي المنتهى. لذلك في حالة القضاء إذا وجدت الكتابة فيعتبر هذا إقرار، لأن فيها توكيد هذا الطلب. فالحق يقول: كتب عليكم الصيام. قال الله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. هنا بمعنى قضى، كتب قضى، قضاء ثابتا. وكذلك يقول تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هنا كتب بمعنى قدر. نحن نتكلم الآن عن مادة الكاف والتاء والباء لغة، ونأتي بشواهد عليها من القرآن. ف
فهنا كتب بمعنى قدر، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هنا لطيفة في كتاب الله رائعة، لما قال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولم يقل علينا. وبعض المفسرين يقولون كتب الله لنا بمعنى علينا. الواقع أن كلمة لنا الأفضل أن لا تفسر بعلينا، تنبيها على أن كل ما يصيبنا نعده نعمة لنا، فلو قال علينا يعني نقمة علينا، فإذا لنا تفيد بأنها نعمة لنا، بخلاف لو فسرناها بعلينا أو قال القرآن علينا فتكون هنا نقمة، فيقال نقمة لأن فيها الاستعلاء، فإذا كانت نقمة فتقول علينا، وإذا كانت المصيبة نعمة فتقول لنا لأنها نعمة لنا، لأن المؤمن ما يصيبه شيء إلا وله فيه أجر إن صبر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. إذن الفرق بين لنا وعلينا كبير، لنا بمعنى نعمة لنا، لو قال علينا لكانت نقمة علينا. فننتبه لألفاظ القرآن الكريم العظيمة التي تدل على معاني رائعة، يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزيرون. نلاحظ هنا صورة مجسمة كأنها مرسومة رسما عجيبا، وهو من كلام الله تبارك وتعالى. نلاحظ أن هذه الكلمات تفسر كيف يحمل هذا الإنسان أوزاره، حمل ثقيل كأنها جبال، وهذه الجبال يحملها على ظهره، كيف يكون حاله؟ في حالة الانحناء، يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء، بئس ما يزيرون، بئس هذه الأوزار التي يحملونها. إذن القرآن كل كلمة لها معنى لائق بها وجميل، وغيرها لا يصلح مكانها. لذلك كان القرآن معجزا للبشرية قاطبة، وهذه معجزة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه جاء للعرب وهم فصحاء شعراء بلغاء أدباء. كذلك إذا ننتبه إلى هذا المعنى الرائع، قال لنا ولم يقل علينا. كذلك يقول تعالى في الآية التي معنا كتب عليكم الصيام، بمعنى فرض عليكم الصيام، بمعنى أوحينا وفرضنا. ويقول تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، الآية أي أوجبنا على بني إسرائيل في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين، الآية. فإذا فهمنا كلمة كتب لها عدة معان، من معانيها فرض وأوجب، كما في الآية التي معنا كتب عليكم الصيام. ننتقل من كتب إلى كلمة الصيام. صام يصوم صوما وصياما. الصوم في الأصل يعني في اللغة
هو الإمساك عن الفعل. إذا أمسكت عن فعل ما تقول صمت، سواء كان الفعل هذا مطعما أو كلاما أو مشيا. قيل للفرس الممسك عن السير والعلف صائم، قال النابغة خيل صيام، خيل صيام، وأخرى غير صائمة تحت العجاج، وأخرى تعلك اللجما. خيل صيام يعني ممسكة عن الطعام، قائمة ممسكة عن الطعام، لا تأكل ولا تشرب، هذا معنى كلمة الصيام، الإمساك عن الشيء، سواء كان طعاما أو كلاما أو مشيا. الكلام كقوله سبحانه وتعالى فكلي واشربي وقري عينا، فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، يعني صمتا، صمت، صوم، صمت، يعني ما لا تتكلم. إن سئلت ما في بطنها، إن سئلت عن ولدها فهي لا تتكلم، تصمت. والدليل على ذلك أن إني نذرت للرحمن صوما بمعنى صمتا قوله سبحانه وتعالى فلن أكلم اليوم إنسيا، معناه فإما ترين من البشر أحدا فيسألك عن ولدك فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي صمتا لا أتكلم. هذا من ناحية اللغة بمعنى الإمساك، مادة صواما بمعنى الإمساك. أما في الشريعة، في الشرع، في الفقه، فهو إمساك المكلف. إذا يشترط أن يكون الممسك عن الطعام والشراب مكلف، بالغ، عاقل، وهذا الواجب عليه. إمساك المكلف بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود، يعني المراد من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. فالخيط الأبيض هو بياض النهار، والخيط الأسود هو ظلمة الليل. فأين إذن إمساك المكلف بالنية من الخيط الأبيض إلى الخيط الأسود عن الأكل والشرب والجماع وكل مفطر عمدا أو خطأ؟ يقول تعالى كما كتب على الذين من قبلكم كما كتب على الذين من قبلكم من الأنبياء والأمم فرض عليهم صوم رمضان. رمضان، أقول رمضان يعني شهر رمضان،